شو بيتي زاد كل عاده معكم. مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا لي زابوني جدد نقولكم مرحبا بكم. الناس اللي يعطونا في الاراء، الناس اللي الحمد لله يا ربي حنا رانا معكم ورانا نديروا في المواضيع حسب الطلبات تاع الناس. شي يقولوا لنا واش تنشوفوا حنا فينك، رانا نديروا في المواضيع تاعنا. البارح شفت انايا كيفاش مقدم تاع حصه تاع قناه الهداف، راكم تعرفوها قناه تاع نقولوا اسمها بوحنيكه، كيفاش جاب لعاب من عرامه. هذا نتمنى من الرئيس تاع قسنطينه يرد على هذا اللعاب، خاطش عليه كي نقولوا كيما كان اللعاب ان شاء الله بربي يرد ويوضح الانصار ويوضح المشاهد. الناس راهم يشاهدوا، يعني كاين اللي من الغرب يبغي قسنطينه وكاين اللي من قسنطينه يبغي المولوديه وهي رايحه. حنا نتمنوا ان شاء الله بربي الناس ترد عرام هذا رئيس شباب قسنطينه يرد على هذا، خاطش على هذه مدبره وهذه مدروسه من طرف بوحنيكه. هذاك انتقد الحاكم وانتقد رئيس اتحاديه، وحنا نعرفوا المسانده كبيره من بوحنيكه الاداره هذه الفاسده، اداره تاع زتشي، كيفاش راح جاب لعاب باش يهدر في الرئيس تاع الشباب قسنطينه ويهدر في الشباب قسنطينه. هو اول نادي في الجزائر، حنا رانا نحاربوا بهذه الجهويه ونحاربوا بهذه هذو الناس خباثه، ناس اللي ما عندهمش ضمير، ناس من اجل الاموال وفقط. ينجم اتصال يقولوا يوم ترى شندي لك انا ندبر راسي، يقول انا اللي نقري الشواطئ انا ندبر راسي، اتهلا فيا وانا ندبر راسي. هادو الصوالح هادو الناس يديروهم. بصح حنا نتكلمو تاع كلمة وان تو تري بيبا لاشيري، علاش ما نطبقوهاش؟ علاش ما نطبقوش هادي وان تو تري بيبا؟ لماذا لو طبقنا هذا الشعار وامنا به في حياتنا اليومية؟ ماذا لو تحول هذا الشعر من مجرد كلام شعري نردده في المدرجات الملاعب كرة القدم إلى أفعال في الواقع ترفع رايتنا الوطنية عاليا في كل مجالات الرياضة، حتى الاتحاديات تبان وتطلع والوزير يبان ويطلع. الحقيقة هي أن هتافات وان تو تري فيفا لاجيري التي زلزلت مونديال البرازيل في 2014 إثر تألق رفقاء مبولحي في ملحمة ضد فريق روسي لما أعادوا كتابة التاريخ لكرة القدم الجزائرية بعد غياب طويل ومح هاد الناس اللي كانوا يقول لك اودي حنايا وحنا اللي درنا وحنا اللي درنا والحفاظ فقط ودينا محتفظين بها في هذه الكلمه تاع وان تو تري بلاجيري في الفتوحات كرويه وفقط. علاش ما نولوا علاش ما نوقفوش وقفه تاع الصح؟ علاش نديروا الجهويه؟ علاش نديروا هذه الفتن اللي راكم ديروا فيهم قنوات الخاصه؟ نتمنى ان شاء الله بربي وراه جاي وقتكم. هذه القناه تاع الهداف هذا جاي وقتكم، هذو غادي تبلعوا. انا كي غادي نقول لكم غادي تبلعوا ماشي غدوه تبلع، راه جاي الوقت تاعها، راه جاي نقول لك سنا في نهايه الشامبيونه يبلعوا لكم كاع. انا نقول لكم يجي مو السكنه يقول لكم اعطوني تشوف لابارتمون تاعي، اي تربحوا روحوا دبروا على روحكم، روحوا ديروا عند ماجر في صابلات. لا يمكن ان نقول ما توتري في بلاجيري وقد انتشر الفساد والتلاعب بالمقابلات بالمال العام سواء في التسيير وكذا نظام البطوله الجزائريه التي راهي رايحة للهاوية، وتجاهل إطارات كما يقول لك ناس مختصين وخبراء في هذا المجال وهي كرة القدم
كيف يحق لنا أن نتباهى بهذا الشعار ومظاهر الغش تتكرر في المقابلات والتحكيم في مختلف أطوار البطولة في الهوات في الأقسام السفلى في كاع. وهذا المشهد يمكن رانا شناه، يمكن نقولوا رانا شناه، كيف شناه؟ وهناك لم الذين لم يتحصلوا على هذه الشهادة، شهادة التدريب، وتصيبهم كاظمين في أعلى هيئة في كرة القدم، ما عندهم حتى صحافي ولا أمين عام، صحافي رئيس، صحافي ورئيس نادي، شنا هو المسؤول عن الإعلام يزيد وهيب. علاش نروحو نغلطو روحنا حنا؟ علاش رانا نغلطو في روحنا؟ علاش رانا نغلطو في روحنا؟ نولو إن شاء الله بربي، إن شاء الله بربي نولو كما يقول لك نردد هذه 1-2-3 بيبا لاجيري، عندما نحارب وتزول هذه المنظومة الفاسدة اللي في كرة القدم، منهم هذا حتى الرئيس حتى المستشار حتى المدرب المحضر البدني، فماك نقولوا نعطوا الكل كما يقول لك في كل مكان يجوا ناس مناسبين ويكون للنخبة، النخبة الوطنية مدربين بشهادات ليس بالتزوير شهادات. احنا راهم كاينين، راه عندنا مدرب مزور شهادة، سبحان الله، قاعد ناس شهادة عليه وما ناس نكذبوا عليه. وتصيب صحافة أمثال هذا الناس اللي في القناة الهداف يشكروا فيه وكأنه مدرب جاي من فريق كبير اللي داي ألقاب عالمية وألقاب قارية وداير ألقاب مرجع. هو يتباهى ويقولكم بلي أنا كنت محلل في البلاطوات، وقالكم أنا يا مدرب بزاف عليا يلعب في الاحتراف وماركيت على طالو. مازلنا ما فقناش، مازلنا ندخلوا للسطاد وصلنا. بغيت تشوف محرز تشوف في التلفزيون، تقرأ تيجي لهنا وتشوف مدرب اللي كان يحلم باش يشوف محرز دي بلاصة عنده منا من الجزائر راح عنده تال ليستر باش يتصور معاه، تولى اونترينير عليه ولا ينتقده. هذه اللي رانا عليها تاع 1-2-3 بيبا لاجي لازم نطبقوها. حب الوطن من الايمان، احنا ما خصناش ناس يبانو في التلفزيون ويديروا الفتنه. هذا بريزيدو تاع قسنطينه تكلم على المقابله وتكلم على مدرب على حاكم، وين ما تكون فرادو يدير هو بوحنيكه اش تيدير؟ يروح يجيب لاعب باش يقطع في عرامه، في عرامه باش يقطع في شباب قسنطينه. لازم الناس راهي تدرس الفتن، يدرس خطة نقطة بنقطة باش يدير فتنة في فريق، باش يدير فتنة في فريق. باش أنصار تاع شباب قسنطينة يكون على بالهم بلي راهم فيزيين، وكي تعرفوا بلي راهم فيزيين الثورة من كلاسيا دوزيام، مكاش لعاب من الثورة بداه ماتر، لاعبين محليين تاع الطرابلس اللي داره. علاه ما يديش؟ علاه ما يدي من البارادو في تونس تخلص 20 مليون للجوار، يدي من البارادو الياس ما يدي غير من فماك في طوع الناس تخلص، يدو 20 مليون في الجوار، 20 مليون للواحد اللي عنده 5 جوارة كيما بارادو عنده 5 جوارة ولا 6، 20 مليون 20 مليون في النهار شحال يطيح؟ كل شهر شحال يطيح؟ وفئات الصغرى ما تهضروش، قسنطينة ما فيهاش لعابة، قسنطيف ما فيهاش لعابة، سيربي ما فيهاش لعابة، الحراش ما فيهاش لعابة، الثورة ما فيهاش، وهران ما فيهاش،
خاصة الثورة، على ما تديش من الثورة، الثورة على ما تديش منها، مازال ما شفتهمش ولا ما قالولكش عليهم؟ إذا غير ساهموا، مازال ما قالولكش عليهم ولا مازال ما شفتهمش؟ هي لازم تطبيق تاع وان تو تري بي بالاجيري اللي خلاوها رجال وكتبوها رجال وفكروا فيها رجال، لازم ولازم هنا تكون حب الوطن، خاطر لان الحب الوطن من الايمان. ونروحوا كيما يقول لك نروحوا باختصار، ونعطيكم هذا المقطع هذا باختصار. نحن بحاجه الى وان تو تري بي بالاجيري في كل ميادين واختصاصات تترجمها سلوكيات راقية تخضع للضمير والزرع الأخلاقي والديني بدرجة الأولى، لتنصهر في قيمة الأخلاق والحضارة، اسمها حب الوطن الذي هو من الإيمان. لازم يكون عنده بنادم يكون تكون عنده في قلبه الإنسانية والأخلاق، ويعرف كيفاش يتكلم، يعرف كيفاش يقابل الناس، يعرف. سبحان الله، تدعوا بأنكم صحفيين وانتم لا مش صحفيين، انتوما فاتنين، انتوما اللي راكم تفتنوا في الشعب الجزائري، انتوما اللي راكم تنصروا في الشعب الجزائري، راكم تدوا فيه للنصارى. انتوما هما حطب النار، انتوما هما حطب جهنم، انتوما هما حطب تاع النار، انتوما اللي باغي تشعلوا النار في الجزائر. ونتمنى من الدولة الجزائرية ان شاء الله بربي تلتهى بكم، ويجي النهار اللي يتهاو بكم، راني نقولكم عليها، يجي النهار اللي يتهاو بكم، حتى راني نتكلمو في الكلام، راني نقولو في كلام تاع الحق مش تاع باطل، إن شاء الله بربي. وتحية كاع ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج، وين ما كاين جزائري، تحية الجزائر، صحيتو.